لحد النهارده خلينا نقول انه ان احنا لسه ما شفناش الوجه الاخر من 2023، وان شاء الله ما نشوفوش يعني. بالعكس خلينا اقول لكم انه حلقه امبارح كانت حلوه جدا، وردود الافعال بصراحه بسطتنا قوي لوجود تاليا ومحمود معانا، والنهارده كمان هتشوفوا معانا مواضيع مختلفه وحكايات وقصص مؤثره جدا. لكن تعالوا نبدا حلقتنا ونشوف ايه اخبارنا النهارده في السريع. أول خبر معانا النهارده كلنا مستنيينه طبعا، وهي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفريق بيراميدز على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة ال11 لبطولة الدوري. كان الفريق اختتم تدريباته امبارح بفقرة إحماء للاعبين، وبعدها زي ما احنا شايفين اهو اشتغلوا على التدريبات الفنية والجمل الخططية اللي مارسيل كولر المدير الفني عايز يطبقها ان شاء الله في الماتش. مباراة صعبة جدا جدا، بس ان شاء الله احنا متفائلين خير ونتمنى الفوز للنادي الاهلي ان شاء الله، وتبقى بداية سنة كده سعيدة. يعني باذن الله المكسب يكون حليف النادي الاهلي ويصالح جماهيره كده. عايزين نروح بقى لتاني خبر معانا اللي هيكون عن برضه ماتش النهاردة، وهو انه الاتحاد المصري لكرة القدم عين طاقم تحكيم بولندي لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، وقال الاتحاد أن طاقم التحكيم بقيادة شيمون مارتشيناك حكم ساحة، ويعاونه راتسولاف سييكا وأدم ميشال وكوبسك كمساعدين، ومحمد معروف وتوماس موسيال كحكام لتقنية الفار. وللعلم فحكم الساحة اللي هيقود المباراة هو نفسه الحكم اللي أدار المباراة النهائية لبطولة كأس العالم في قطر، واللي انتهت بفوز الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح. فطبعا بنتمنى التوفيق للنادي الأهلي النهاردة علشان تكون أول فرحة كبيرة لينا مع أول السنة الجديدة إن شاء الله. ربنا يكرم.